نقطة ثالثة، إن الذين تقدموا بشكاية ضدنا أو تم الاعتماد على إفاداتهم هم عناصر عرفت بعدائها المستحكم لحركة النهضة ولقادتها، وعرفت بتصريحاتها المتحاملة وبحملاتها التشويهية للنهضة وبكثرة الافتراء على قياداتها، وقد حكم العديد منهم بقضايا الادعاء بالباطل، وهم أيضا عرفوا بالاضطراب في الآراء والمواقف وبتناقضها، وهم مع كل واقف، فكيف يعتد بكلامهم وادعاءاتهم إلى هذا الحد الذي يهان فيه رئيس حكومة ووزير داخلية سابق ورئيس برلمان ورئيس حزب وشخصية فكرية وسياسية عالمية وغيرها من الشخصيات وإطارات الدولة؟